الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو الدرس 33 في الاقتصاد الجزئي تحت عنوان نظرية المنشأ. الجزء الثاني، العنوان الفرعي هو التكاليف والكميات المتشابهة المتساوية. Lesson number 33 in Microeconomics, Theory of the Firm Part 2, ISO Cost and ISO Quant. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة حيثما كانوا في أرجاء العالم، وعلى بركة الله نبدأ. الكميات المتشابهة المتساوية، ISO Cost and ISO Quant. عرفنا المنشأة بأنها وحدة الإنتاج الأساسية التي تحول مدخلات الإنتاج إلى سلع، تقوم ببيعها في السوق من أجل تحقيق الربح. من أجل أن تقوم بهذا النشاط تحتاج المنشأة إلى توظيف مدخلات الإنتاج. عندما يفكر فرد أو مجموعة أفراد بتأسيس منشأة ما للقيام بنشاط إنتاجي من شكل ما، يكون لدى هذا الفرد أو المجموعة الموارد التمويلية the financial sources الضرورية لتأسيس المنشأة، وفكرة محددة عما يريد أن ينفقه على مدخلات الإنتاج. يأتي في مقدمتها، أي مدخلات الإنتاج، العمالة labor تختصر بالحرف L، وكابيتال تختصر بالحرف K، مثل الآلات والمعدات والأبنية والمستودعات وما شابه. لنفترض للتوضيح فقط بأن المواد الخام متوافرة في المستودعات دون كلفة، أو أنها مشمولة في رأس المال، وأن موازنة المنشأة سي تنفق على مدخلي الإنتاج العمالة ال ورأس المال الحقيقي كي، وأن سعر وحدة مدخل العمالة هو price of L PL تساوي W، وسعر وحدة مدخل رأس المال هو P sub K price of K تساوي R. يعني الآن في عندي لدي معدل أجور هنا للعمالة، وكلفة رأس المال كلفة حقيقية R. عادة ما تكون وحدات القياس بالساعة أو بيوم عمل أو ما شابه، ولا يهمنا ذلك طالما أن الفكرة واضحة. بناء على ذلك تكون المعادلة معادلة التكاليف الآن W معدل الأجور مضروب في عدد العمال أو حجم العمالة، زائد الآن كلفة رأس المال R مضروب في حجم رأس المال يساوي C الكلفة الكلية. هذا الآن معدل الأجور، عدد العمال أو حجم العمالة، هنا كلفة رأس المال، وهنا الآن كمية رأس المال، وهذه الكلفة الكلية. تمثل هذه المعادلة قيد التكاليف، هذه المعادلة هي قيد التكاليف أو cost constraint المفروض على المنشأة من حيث حجم الإنفاق على مدخلات الإنتاج وسعر كل مدخل. هاي سعر كل مدخل W و R، والآن كم سننفق على اللي هي الليبر أو العمالة، وكم سننفق على رأس المال، وهذه الكلفة الكلية أو يعني مجموع الإنفاق أو الكلفة الكلية أو total cost. يمكن حساب ميل قيد الموازنة أو قيد التكاليف كما يأتي: W في L يعني معدل الأجور مضروب في حجم العمالة مضاف إلى كلفة رأس المال مضروب في حجم رأس المال يساوي الكلفة الكلية. ننقل WL إلى الطرف الأيمن، فتصبح الآن RK لوحدها في الطرف الأيسر تساوي C، هذه مطروح منها RK عندما تغير الإشارة، ما يعني الآن بالقسمة على R تصبح K لوحدها، K تساوي C على R مطروح منها W على R مضروب في L. إذن التغير هنا يساوي التغير هنا، فإذن التغير في K بالنسبة إلى التغير في L تساوي سالب W R، لأن التغير في L يصبح واحد صحيح، وبالتالي تساوي سالب سعر وحدة العمل مقسم على سعر وحدة رأس المال. أقصى كمية الآن من العمالة التي يمكن أن نشتريها تساوي التكاليف الكلية مقسم على معدل الأجور، وأقصى كمية، طبعا إذا اشترينا الكمية القصوى لا تستطيع المنشأة أن تشتري أي شيء من رأس المال، والكمية القصوى من الكابيتال إذا أنفقت كل الكلفة على رأس المال فلا تستطيع أن تشتري عمالة. فما يعني الآن الكمية القصوى من رأس المال تساوي الكلفة الكلية على سعر رأس المال. الآن التمثيل البياني لقيد التكاليف هذا، على المحور الأفقي كمية الليبر، على المحور العمودي كمية رأس المال كي،
الآن أقصى ما يمكن شراؤه إذا المنشأة أنفقت كافة تكاليفها على العمالة هذه الكمية، وأقصى ما يمكن شراؤه من الكابيتال إذا أنفقت المنشأة كافة التكاليف على رأس المال هذه الكمية. نشبك بينهما بخط مستقيم، هذا هو قيد الموازنة. لكن بتكون هاي الستار اللي هي هاي حاصل قسمة السي على دبليو، وهذه تساوي كي ستار حاصل قسمة السي اللي هي الكلفة الكلية على سعر رأس المال، وهذا ما يسمى بقيد الموازنة أو ايسو كوست. سميت ايسو كوست لأن كل نقطة على هذا المنحنى تعطي الكلفة نفسها، الكلفة المتساوية على جميع النقاط هنا. لكن إذا زدنا الإنفاق على حجم العمالة ينخفض الإنفاق على رأس المال، وهكذا. الآن قيد الموازنة وميل قيد التكاليف، التغير في كي على التغير في ال يساوي سالب دبليو على ار اللي هو أجرة العمال على كلفة رأس المال، وتساوي سعر العمالة على سعر رأس المال، والإشارة سالبة. يسمى الخط كي ستار ال ستار هذا خط التكاليف المتساوية ايسو كوست، حيث تعطي كل نقطة عليه توليفة مختلفة مما تستطيع المنشأة شراءه من مدخلات الإنتاج بالكلفة نفسها. إذا كل نقطة عليه تساوي الكلفة نفسها، لكن تختلف كميات العمالة من كميات رأس المال. لنفترض على سبيل المثال أن موازنة المنشأة سي تساوي 100. الآن الكلفة الكلية التي تتحملها المنشأة التي ترغب بإنفاقها على الليبر والكابيتال أو على رأس المال، على العمالة ورأس المال، كانت 100، هاي بنسميها التوتال كوست احنا، التي ترغب المنشأة بتحملها، وأن سعر وحدة العمالة هي دبليو تساوي 5 سعر العمالة، وسعر وحدة رأس المال آر تساوي 4. بناء على ذلك يكون قيد التكاليف كما يأتي: 5 في ال سعر العمالة مضروب في كمية العمالة، مضاف إليها سعر رأس المال مضروب في كمية رأس المال تساوي 100. إذا التغير الآن في كي على التغير في ال، يعني التغير في كمية العمالة نسبة إلى، عفوا، في كمية رأس المال نسبة للتغير في العمالة تساوي سالب 5 على 4 وتساوي 1/4. ما المقصود بذلك؟ بأنه كلما زادت كمية العمالة بوحدة واحدة انخفض الإنفاق على، أو انخفض كمية العمالة رأس المال بوحدة وربع الوحدة، فتكون أقصى كمية من الليبر أو العمالة الستار تساوي 20، وأقصى كمية من رأس المال تساوي 25. التمثيل البياني مرة ثانية عندي على المحور الأفقي كمية العمالة وكمية رأس المال على المحور العمودي. والآن أقصى ما يمكن شراؤه من العمالة إذا أنفقت المنشأة كافة التكاليف، 100 هنا فقط على العمالة، أقصى كمية تحصل عليها 100 تقسيم 5 وتساوي 20 وحدة. أما إذا أنفقت كافة الموارد التمويلية المتوافرة لها على رأس المال فإن أقصى كمية تشتريها هي 25 وحدة، اللي هو حاصل قسمة 100 على 4 يساوي 25. شبكناهم بخط مستقيم بيطلع عندي الايسو كوس او قيد الموازنه للمنشاه. هذه يخبرنا ميل قيد التكاليف بان زياده حجم العماله بوحده واحده يؤدي الى تخفيض راس المال بوحده وربع الوحده من راس المال كما ذكرنا هنا. نكمل. لنفترض بان المنشاه قررت زياده الموارد التمويليه المتوافره بمقدار 100، أي أن مجموع الموارد التمويلية أصبح سي تساوي 200. في هذه الحالة تستطيع المنشأة مضاعفة ما يمكن شراؤه من مدخلات الإنتاج، ويصبح قيد التكاليف الجديد كما يأتي إذا بقيت أسعار مدخلات الإنتاج كما هي، 5L زائد 4K، الأسعار بقيت كما هي، لكن الآن لم تعد الآن سي تساوي 100، أصبحت الآن تساوي 200. وبالتالي الآن أقصى ما يمكن شراؤه من العمالة يساوي 200 تقسيم على 5 يساوي 40 وحدة، أقصى ما يمكن شراؤه من رأس المال تساوي 200 مقسم على 4 يساوي 50 وحدة. التمثيل البياني هذا قيد الموازنة الأول 20-25. الآن بعدما زالت المنشأة السي من 100 إلى 200، أو الكلفة الكلية من 100 إلى 200، انتقل الايسو كوست
أو ما يسمى منحنى التكاليف المتساوية المتشابهة إلى اليمين. فكنا عند الجزء A، الآن أصبحنا عند الجزء B، أي أن القيد الجديد أصبح المجموعة المتاحة A زائد B. لنتصور أن المنشأة قامت بتوظيف العمالة ورأس المال الحقيقي الذي اشترته بما توافر لها من موارد تمويلية، وبدأت بإنتاج السلعة المختصة فيها وبيعها في السوق. يعرف الناتج الحدي للعمالة Margin Product of Labor MP sub L، ورأس المال Margin Product of Capital MP sub K كما يأتي. الآن MP sub L Marginal Product of Labor، هذا الناتج الحدي للعمالة، تساوي التغير في التوتال برودكت في الانتاج الكلي مقسم على التغير في العمالة، يساوي التغير في الكمية المنتجة مقسم على التغير في حجم العمالة. والمارجن برودكت اوف كابيتال اللي هو الناتج الحدي لرأس المال، تساوي التغير الكلي في التوتال برودكت اللي هو الانتاج الكلي مقسم على التغير في رأس المال، وتساوي التغير في الكمية المنتجة مقسم على التغير في رأس المال. يخضع الإنتاج لقانون تناقص الناتج الحدي، هذا قانون طبيعي سبحان الله، لا يمكن أن يخيب. يخضع الإنتاج لقانون تناقص الناتج الحدي، يرتفع في البداية في بداية عملية الإنتاج، عفوا هنا بداية عملية الإنتاج، ويصل إلى نهاية عظمى، ثم يتراجع ويقترب من الصفر. وبالتالي فإن شكل دالة الإنتاج تعتمد على سرعة تزايد الناتج الحدي لمدخلات الإنتاج ووصولها إلى الحد الأقصى ثم استقرارها بعد ذلك. هذه الآن دالة إنتاج من ثلاثة أبعاد: البعد الأفقي الأول العمالة، البعد الأفقي الثاني رأس المال، والبعد العمودي الإنتاج. وبالتالي كأننا الآن كأن المنشأة تصعد على تل، هذه النقطة تصل إلى كمية إنتاج بكمية عمالة معينة وكمية رأس مال معينة، وبالتالي كمية الإنتاج تكون هنا. هذه النقطة تختلف، زاد الإنتاج لكن زادت كمية العمالة وزاد رأس المال، هذه النقطة تختلف كذلك الأمر. يمثل الشكل نموذجا تقليديا، أعيد هنا الشكل، نموذج تقليدي لدالة إنتاج في ثلاثة أبعاد: الإنتاج في البعد الرأسي، هذا الإنتاج العمودي، والعمالة ورأس المال على البعدين الأفقي الأيمن والأيسر. وكي ندرك المعنى الهندسي والتحليل لابد أن نتذكر فكرة تل المنفعة كما ذكرناها في نظرية المنفعة، ونستبدلها بفكرة جديدة نطلق عليها الآن تل الإنتاج. هذا هو تل الإنتاج. على هذا التل تصعد المنشأة باستخدام مواردها الإنتاجية، كلما وصلت إلى نقطة أعلى كانت كمية الإنتاج من السلعة أعلى. على سبيل المثال تمثل النقطة عين، هذه النقطة عين، كمية معينة من الإنتاج، وهي أقل من الكمية الممثلة بالنقطة ألف أو النقطة باء. تستطيع المنشأة الصعود على تل الإنتاج من جهة اليمين حيث تركز على مورد العمالة في الصعود، وتستطيع أن تصعد من جهة اليسار حيث تركز على مورد رأس المال الآلات المعدات، لكنها لا يمكن أن تصعد دون حد أدنى من العمالة ورأس المال معا. عند هذه المرحلة لابد أن نتخيل ماهية المكونات الداخلية لتل الإنتاج، ونحتاج مثل ما احتجنا عندما شرحنا في يعني عندما شرحنا فهم تل المنفعة إلى تشريح تل الإنتاج على النحو الآتي. لو أخذنا مقاطع أرضية الآن بمسافات متقاربة ومتعددة من تل الإنتاج نحصل على شكل يشبه الآتي. هذا الآن تل الإنتاج، لو أخذنا مقاطع أرضية نحصل على هذه المنحنيات، هذه المنحنيات التي نسميها إحنا آيسوكوانت. هذه الكميات المتساوية، كلمة آيسوكوانت معناها باللغة العربية الكميات المتساوية، معنى آخر كل نقطة هنا تعطي كمية إنتاج كما النقطة اللي فوق التي فوقها أو التي أدنى منها، لكن مستويات الآيسوكوانت تختلف، فكلما ارتفعنا الآن إلى الأعلى زادت الكميات المنتجة. أي آيسوكوانت. الآن يتكون الشكل من منحنيات عديدة يحتل كل واحد منها مستوى معين، حيث يعكس المستوى الذي يحتله المنحنى كمية إنتاج معينة.
وعلى سبيل المثال يمثل الآن المنحنى A، هذا المنحنى A، هذا هو الصغير هذا والمتدني جدا، مستوى إنتاج كمية أقل من الذي يمثله سين. إذا هذا الآن منحنى سين وهذا منحنى A، لكن سين منحنى سين بيعطيني كمية إنتاج أعلى، ويمثل منحنى سين أقل من المستوى الذي يمثله عين على سبيل المثال. هذا الآن إذا سين أقل من عين، ألف أقل من سين، وسين أقل من عين من حيث كمية الإنتاج، وهكذا لبقية المنحنيات. لكن الشيء الأهم في كل ذلك أن كل نقطة على المنحنى الواحد، على المنحنى الواحد تمثل الكمية نفسها. وعلى سبيل المثال والتحديد، لو افترضنا أن المستوى A يساوي 100، وأن الآن في المنحنى هذا، هاي الآن مستوى A اللي هو هذا تقريبا بيمثل لي كيو تساوي 100 وحدة، وعين المستوى عين باء هنا يساوي 320. فإن التعبير البياني عن هذه هو كما في الشكل. الآن هلأ A، عفوا هذه عين مقصود فيها عين ليس بخطأ طباعي، هنا هذا المستوى أدنى من هذا المستوى، لأنه كلما ذهبنا إلى اليمين والأعلى ارتفعنا إلى مستوى أعلى من الايسوكوانت أو ما يسمى بالكميات المتشابهة، وبالتالي هنا 320 أعلى من 100. تمثل كل نقطة على المنحنى مستوى الإنتاج الذي تكون الكمية منه كيو تساوي 100 هنا، وتمثل كل نقاط على المستوى عين الآن مستوى الإنتاج الذي تكون الكمية منه كيو تساوي 320. يسمى المنحنى الواحد منها منحنى الكميات المتكافئة أو المتساوي أو المتشابهة آيسوكوانت. إذن آيسوكوانت، هذه آيسوكوانت، هذا آيسوكوانت اللي هو 320، وهذا آيسوكوانت ثاني يساوي 100. صفات منحنيات الكميات المتساوية لها صفات: ميل كل واحد منها سالب، وذلك في دلالة على أن زيادة أي من مدخلات الإنتاج تأتي على حساب المدخلات الأخرى، وتؤدي إلى انخفاض الناتج الحد الذي تزداد كميته. في هذه الحالة تأتي زيادة L على حساب K، والعكس صحيح، كما أن زيادة كمية الأعمال تؤدي إلى انخفاض ناتجها الحدي، وزيادة رأس المال تؤدي إلى انخفاض ناتجه الحدي كذلك. الصفة الثانية: لا تتقاطع منحنيات الكميات المتساوية، لأن تقاطعها ينفي عن المنشأ صفة العقلانية، وأن خيارات الإدارة من العمالة ورأس المال غير متسقة إذا تقاطعت. والصفة الثالثة والأخيرة: منحنيات الكميات المتساوية كثيفة، ولا يفصل الواحد منها عن الآخر القريب منه إلا منحنى مثله. هذه الآن لا تتقاطع، ميلها سالب، وبين المنحنى والآخر هناك منحنى، وبالتالي هنا عندي عدد لا نهائي من المنحنيات التي تأتي على خارطة الكميات المتساوية، نسميها الايسوكوانت ماب، كلما اتجهنا إلى اليمين وإلى الأعلى. تأتي منحنيات الكميات المتساوية على عدة أشكال، وذلك حسب العلاقة بين مدخلات الإنتاج نفسها. وعلى سبيل المثال يبين الشكل الأول الآتي: أن مدخل العمالة مكمل تام بيرفكت لمدخل رأس المال. بمعنى آخر، لا يمكن لنا أن ننتج أي شيء من دون أن يكون هناك المدخلان الليبر والكابيتال. هذا الآن الايسوكوانت الأولاني أخذ هذا الشكل لأن العمالة مكمل بالمطلق بالتمام لمدخل رأس المال، أي لا يمكن استعمال أي منهما دون الآخر. أما الشكل الثاني فيبين أن مدخل العمالة بديل تام أو perfect substitute لمدخل رأس المال. هذا هو الآن، أستطيع الآن أن أنتج السلعة التي أحتاج إما بالليبر أو بالكابيتال، أو بالكابيتال أو بالليبر، وهكذا، لأنه أي منهم بديل عن الآخر. يمكن حساب ميل منحنى الكميات المتساوية كما يأتي، بملاحظة أنه يتجه من الأعلى إلى الأسفل وهو بالتالي سالب الميل، وأن الزيادة في أحد المدخلات تؤدي إلى انخفاض الناتج الحدي لذلك المدخل، وزيادة الناتج الحدي من المدخل الآخر، لأن ارتفاع كمية أحد المدخلات يأتي على حساب الآخر بسبب قيد التكاليف المفروض عن المنشأة. لنفترض أن المنحنى كيو يمثل واحدا من منحنيات الكميات المتساوية الآن في هذا الشكل. الآن
هذا المنحنى كيو يمثل واحدا من منحنيات كميات متساوية. وصلت المنشأة إلى النقطة A بتوظيف L واحد من الليبر من العمالة وK واحد من رأس المال. أما النقطة B فهي تمثل الكمية نفسها التي تمثل الكمية نفسها A أو B، لكن الذي اختلف أنه زادت كمية العمالة وانخفضت كمية رأس المال. إذن هنا النقطة B تمثل الكمية نفسها التي تمثل النقطة A، لكن مدخلات الإنتاج التي تم توظيفها لإنتاج الكمية قد تغيرت إلى L2 من العمالة وK2. الآن L2 من العمالة زادت من L1 إلى L2، وانخفضت كمية رأس المال لأنه العلاقة عكسية هنا من K1 إلى K2، لكن الكمية بقيت نفسها عند المستوى Q اللي هو انتقلنا من A إلى B. بناء على ذلك يكون ميل منحنى الكميات المتساوية كما يلي: الآن L اللي هو الميل لهذا المنحنى تساوي التغير في كمية رأس المال مقسم على التغير في كمية العمالة، K الثانية مطروح منها K الأولى بما أن هذه الكمية أقل من هذه إذن إشارة سالبة، مقسم على L2 الكمية الثانية من العمالة مطروح منها الكمية الأولى من العمالة، وبتساوي بالحالة هاي دلتا K التغير في كمية رأس المال مقسم على التغير في كمية العمالة وهو أقل من صفر هذا الميل. بقسمة البسط والمقام هنا قسمنا البسط والمقام على دلتا كيو. نلاحظ الآن الميل يصبح كما يلي، يعني قسمنا البسط والمقام على دلتا كيو، فإذا لا تتغير قيمته لأنه الكمية نفسها هي، وتساوي بالحالة هاي دلتا كي على دلتا كيو مقسم على دلتا ال على دلتا كيو، وتساوي سالب دلتا كي على سلب على دلتا كيو مقسم على دلتا ال دلتا كيو. هذه عندما نقلبها الآن تصبح كما يلي: سالب دلتا كي على دلتا كيو مضروب في دلتا كيو على دلتا ال. إذن هاي الآن مارجن برودكت اوف ليبر، وهاي الآن هي تساوي واحد على المارجن برودكت اوف كابيتال. إذن الميل يساوي سالب المارجن برودكت اللي هو الناتج الحدي للعمالة مقسم على الناتج الحدي لرأس المال. الآن هذا ميله يساوي الناتج الحدي للعمالة مقسم على الناتج الحدي لرأس المال. طبعا إشارة سالبة، لكن دائما وأبدا ننظر إلى القيمة المطلقة، أي أن منحنى الكمية المنحنى ميل المنحنى هو حاصل قسمة الناتج الحدي للعمالة على الناتج الحدي لرأس المال مع التذكير بوجود إشارة سالبة. يسمى هذا الميل في بعض الأحيان المعدل الحدي للإحلال الفني Marginal Rate of Technical Substitution، أي معدل إحلال أحد مدخلات الإنتاج ما كان مدخل آخر، وعادة ما يرمز له بال MRTS Marginal Rate of Technical Substitution. المقطع القادم، شكرا لكم على حسن متابعتكم، المقطع القادم بحول الله تعالى سيخصص للجزء الثالث من نظرية المنشأة، كيف تعظم المنشأة إنتاجها بأقل كلفة ممكنة، ما هي التوليفة التي ستختارها المنشأة من العمالة ورأس المال كي تعظم الإنتاج بأقل كلفة ممكنة. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة والتعليق على المحتوى من أجل تحسين الأداء وتعميم المعرفة باللغة العربية لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.